أهلا بكم إلى هذه النشرة التي تنشر لاحقا مع سائر أخبارنا عبر موقع otv.com.lb وقناة OTV على يوتيوب وحسابات OTV على إكس، فيسبوك، إنستغرام وتيك توك. أتت حادثة مجد الشمس لترفع منسوب التوتر وتفتح الأفق أمام مرحلة جديدة ضبابية. فبين من يعتبر أن تهديدات إسرائيل بتوسيع الهجوم على لبنان جدية، ومن يرى أن كل كلام تصعيدي هو مجرد حاجة إسرائيلية في ظل عدم توفر ضوء أخضر أمريكي لشن هجوم واسع على البلاد، انقسمت الآراء لتبقى الثابتة الوحيدة أن العدو حاول عن طريق ما جرى الاستثمار وصولا إلى محاولة خلق فتنة شيعية درزية. بكل الأحوال تتجه الأنظار إلى رد الفعل الإسرائيلي بعد اجتماع مرتقب للكابينه مع عودة بنيامين نتنياهو إلى إسرائيل آتيا من الولايات المتحدة الأمريكية. إذن أشار وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال عبد الله أبو حبيب في حديث لقناة BBC إلى أن لبنان يدين استهداف لمدنيين في أي مكان. وعن استهداف مجد الشمس في الجولان السوري المحتل قال أبو حبيب إن حزب الله ينفي علاقته بالضربة، وهو منذ بدء الحرب يستهدف مواقع عسكرية وليس مدنية، ولا أعتقد أنه نفذ هذه الضربة. قد تكون من تنفيذ منظمات أخرى أو خطأ إسرائيلي أو حتى خطأ من حزب الله، لا أدري، ونحن بحاجة إلى تحقيق دولي لمعرفة حقيقة الأمر. وأضاف أبو حبيب الولايات المتحدة طلبت من الحكومة كبح جماح حزب الله، مشددا على أن هجوما كبيرا من قبل إسرائيل سيؤدي إلى حرب إقليمية. المزيد بعد هذا الفاصل الأول. أهلا بكم من جديد. لفت البطريرك الماروني الكاردينال مربشارة بطرس الراعي إلى أننا نتمنى لو أن السياسيين المعرقلين انتخاب رئيس للجمهورية منذ سنة وثمانية أشهر عادوا إلى أعماق نفوسهم وأصغوا إلى صوت ضميرهم، لأدركوا خطأهم الجسيم واتخذوا قرارا تاريخيا حرا ولأنقذوا أنفسهم والبلد. وأشار خلال ترأسه قدس الأحد إلى أن المشهدية الحقيرة والمعادية للسيد المسيح التي ظهرت في الألعاب الأولمبية علامة حقد على المسيح. إننا ندعوهم السياسيين واحدا واحدا إلى تحمل مسؤولية خراب البلاد بمؤسساته الدستورية وبالميثاق وبحالة الاقتصاد المنهار وبازدياد الفقر وهجرة خيرة شبابنا. إننا ندعوهم إلى اتخاذ قرار شجاع مثل زكا، مدركين خطأهم الكبير بحق الشعب اللبناني الذي ائتمنهم على السلطة لتأمين الخير العام. من دواعي الاشمئزاز والغضب تلك المشهدية الحقيرة واللا أخلاقية المعادية للسيد المسيح وللمسيحية التي ظهرت في افتتاحية الألعاب الأولمبية في باريس أول من أمس. فيا للانحطاط الأخلاقي الذي بلغ ذروته وهو دليل إفلاس من جهة وعلامة حقد على المسيح والمسيحية ومقدساتها. فإننا نشجب هذا العمل المنافي لقدسية الحرية وللقيم الروحية والإنسانية والأخلاقية، وندعو أبناءنا المؤمنين لصلاة التكفير عن هذه الإهانة لسر القربان ولقلبي يسوع ومريم. رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل جال في الأمس في جزين وافتتح شارع المكتبة العامة في المدينة بعد ترميمه. لأن للمقاومة أشكال مختلفة، منها العسكري ومنها الإنمائي للبقاء في الأرض، وبمشاركة الرئيس العماد ميشيل عون، افتتح رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل شارع المكتبة العامة في المدينة بعد ترميمه، وذلك في حضور النائب السابق أمل أبو زيد ورئيس اتحاد بلديات جزين خليل حرفوش وحشد من أبناء المنطقة.
وبعد شرح مسهب لمراحل تنفيذ المشروع وأهميته للمنطقة أسوة بالبترون وسمار جبيل ودوما والميناء وغيرها، تطرق باسيل إلى الشأن السياسي ليتطرق إلى الملفين الرئاسي والحكومي من بوابة الجنوب. مثل ما خلافنا السياسي الكبير اليوم مع حزب الله حول بناء الدولة وإدارة البلد والشراكة الوطنية الغايبة والمتمثلة بحكومة غير شرعية عم تحكم ورئاسة جمهورية فارغة عم بيتم ملقى بشكل غير دستوري وعم بيتم تغييب مكون أساسي بالبلد، وهيدي كلها خلافات سياسية كبيرة وجوهرية ومبدئية. ومثل ما خلافنا استراتيجي معه على وحدة الساحات واستراتيجية الهجومية بدل ما تكون استراتيجية دفاعية، كل هالخلافات الكبيرة ما غيرت قناعتنا وموقفنا المبدئي والاستراتيجي انه اسرائيل عدو بيريد الشر للبنان، وانه المقاومة هي حق للشعوب بالدفاع عن ارضها، وانه قضية فلسطين هي قضية وجود وحق ما ممكن يتنازل الواحد عنها. هيك كان موقفنا المبدئي بحرب تموز بال 2006 ومن دون اي مقابل، ما طلبنا مقابل. وهيك بيكون موقفنا المبدئي اذا شنت اسرائيل حرب علينا عن جديد، وكمان من دون مقابل. ولكن انتو كمان لازم تطلعوا من تغطية مخالفات الحكومة ومن دون مقابل، ولازم تفرجوا عن اثر رئاسة الجمهورية وتفتحوا الباب للتشاور وللتفاهم الوطني على مرشح ورئيس توافقي، والا تفتحوا باب مجلس النواب للتنافس الديمقراطي وكمان من دون مقابل، لانه الفراغ صار قاتل لشعبنا ولدولتنا. ومن جزين رسالة حازمة في الشأن الداخلي للتيار. جزين بقلب التيار، والتيار ما بيبعد عن قلبه، وقلب جزين كان وبعده ورح يضل ينبض على دقات التيار الوطني الحر. المرحلة الأخيرة كانت غلط، ونحن غلطنا أنه تحملنا أمور ما كان لازم نتحملها، وهيدي المرحلة ما بدنا تتكرر، لأنه قلب التيار مكسور من دون نواب بجزين، وقلب جزين مكسور من دون نواب من التيار بجزين. انتهى وخلصنا من العائق يلي منعنا نأمن التحالفات اللازمة مع أهلنا بصيدا وبجبل الريحان، وراح العائق يلي كان بين ناسنا وشبابنا وقرف وهرب كتار منهم وخسرنا كتار من محبينا. نحنا سوا منرجع قوة التيار وحضوره بكل الساحات، مثل اليوم بساحة جزين، وهيدا بفضل الأوفياء بالتيار وهن الأغلبية الساحة فيه. أما مجموعة قلة الوفا ونكران الزيت والجميل والتاريخ والنضال فهي صغيرة كتير وعم تنطفي. تحملنا على حساب كرامتنا تنحمي جزين وتنحمي تيارنا ونحافظ على جماعتنا. انتهت فترة السماح وإجا الوقت للانطلاقة الجديدة للتيار بجزين وبصيدا وبكل لبنان، انطلاقة عنوانها الانفتاح على الجميع. عذرا جزين انظلمتي مثل ما انظلمنا نحن، واليوم العودة لجزين من خلال الإنماء، بس بكرة العودة لجزين من خلال النواب. المحطة الجيزينية الأولى لباسيل بعد صيدا كانت في بلدة بنواتي، حيث أقيم له استقبال في دارة رئيس البلدية محمد كامل، تطرق فيه إلى أهمية ألا يشعر أي لبناني أنه معزول أو متروك. ما لازم حدا يشعر لا ببنواتي ولا بأي مكان بلبنان أنه هو أقلية، وأنه وجوده مش مهم ومش معتبر، لأنه صوته الانتخابي منه تقيل ومنه كافي. نحن اليوم بلشنا نهارنا بصيدا ومكملينه بجزين للدلالة على الرابط الموجود بين صيدا وجزين، ولنقدر بهالظروف الصعبة نكون واحد وعم نواجه كلنا سوا. بالمحطات الصعبة ما فينا ننقسم على الأساسيات بالبلد. حبينا أن نلتقى نحن وياكم تنحملكم هالرسالة المحبة
والتضامن والاهتمام، ونشكركم على استقبالكم، ونتمنى أن نطلع كلنا سوا من هالظروف الصعبة ونروح على أيام أفضل. وين ما بتحبوا تكونوا بالسياسة وبآرائكم هيدا حقكم، المهم نكون كلنا سوا بوحدة وطنية تحفظنا وتحمينا، مش نفرط فيها وتقسمنا عن بعضنا وتاخذنا للهلاك. وبعد بنواتي عقد باسيل لقاء مغلقا مع ناشطي التيار الوطني الحر في جزين، تخلله نقاش حول مختلف الملفات التي تعني التيار والمنطقة وسبل تفعيل النشاط في المستقبل. بدعوى من اللقاء للحوار الديني والاجتماعي، قدم المفكر الدكتور محمد السماك محاضرة في مركز الصفد الثقافي طرابلس بعنوان العلاقات الإسلامية المسيحية بعد صدور وثيقة الأخوة الإنسانية التي وقعها قداسة الحبر الأعظم البابا فرانسيس وإمام الأزهر الشريف الدكتور الشيخ أحمد الطيب في أبو ظبي في شباط 2019. وفي السياق، شدد الوزير محمد الصفدي على التوجه إلى الشرائح الشبابية، لا سيما طلبة الجامعات والمدارس، بهدف تعميم الوعي الديني بين صفوفها، مركزا على القيم المشتركة الإسلامية المسيحية. هذه المحاضرة في سلسلة ندواتنا التوعوية التي تركز على دور الشباب لا سيما طلبة الجامعات والمدارس، ناهيك عن سائر الشرائح المجتمعية. إننا في حفل الإعلان عن اللقاء للحوار الديني والاجتماعي في 17 شباط 2024، أطلقنا وثيقة حددنا فيها المبادئ والتوجهات التي نسعى إلى تحقيقها، مشددين على التوجه إلى الشرائح الشبابية لا سيما طلبة الجامعات والمدارس، بهدف تعميم الوعي الديني بين صفوفها، مركزين على القيم المشتركة الإسلامية المسيحية. ما يؤلم الله أن يكون غريبا على لبنان، صدقوني لا أبالغ بأنه يتألم إلى أقصى حد بسبب تعذر زيارته للبنان، لكنه يتألم لأنه لا يستطيع أن يأتي إلى لبنان بسبب وضعنا اللبناني. والفاتيكان لم يتخلى عن دور لبنان في حمل رسالته إلى العالم العربي والإسلام حتى اليوم. نهاية النشرة. للمزيد تابعونا دوما عبر موقع otv.com.lb وعبر مواقع التواصل يوتيوب، اكس، فيسبوك، انستغرام، وتيك توك. شكرا للمتابعة، إلى اللقاء.